من جديد، والنهارده بالتاكيد في العديد من المباريات سواء المحليه او حتى في الدوريات الاوروبيه. منذ قليل انتهت مباراه اسوان والاسماعيلي في الدوري العام في مستهل بدايه مباريات الجوله الخامسه، واول انتصار للاسماعيلي في الدوري، فاز على اسوان بهدفين مقابل لا شيء، ودي الخساره الثالثه لاسوان على التوالي. وبالتاكيد ممكن اسوان الفتره الجايه محتاج اعاده نظر بالنسبه للنتائج، خاصه انه بدا الموسم بانتصارين لكن بعد ذلك ثلاث مباريات فيها خسائر متتاليه. الدوري الانجليزي ومباريات البريمير ليج النهارده في ايضا خمس مباريات، الساعه 8 في اربع مباريات في توقيت واحد. برايتون هيلعب مع ارسنال، بيرلي هيلعب مع شيفيلد يونايتد، ساوثهامبتون هيلعب مع ويست هام يونايتد، ويست بروميتش في مواجهه مع ليدز يونايتد، وفي الختام الساعه 10 مساء مانشستر يونايتد امام ولفرهامبتون في ختام مباريات اليوم من الدوري الانجليزي. في الدوري الاسباني ايضا في اربع مباريات، الساعه 6 بعد اقل من ساعه اشبيليه هيلعب مع فياريال، والساعه 8 وربع برشلونه في مواجهه مع ايبار، والساعه 10 ونص مباراتين في توقيت واحد، قادش هيلعب مع بلد الوليد، وليفنتي هيلعب مع ريال بيتيس الساعه 10 ونص ايضا. نتمنى النهارده ان شاء الله تكون في مباريات موفقه، والناس النهارده تستمتع بمباريات الدوريات الاوروبيه تحديدا الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. لكن في هذه اللحظات اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ندخل بقى في تفاصيل الحلقه، وعندنا شويه موضوعات وتفاصيل بالتاكيد مهمه لكل جماهير النادي الاهلي.